واحدة من الشغلات الساحرة بحلب انه لما واحد بينزل على سوق المدينة ويلي الحلبية بسموه سوق الخيط. وطبعا انا ادين لدكتور فؤاد فؤاد بانه قبل الانفجار الازمي اخذني لهالسوق ودخلنا فيه مثل يلي داخل بعالم فعلا عالم سحري هالمدينة تحت الارض. الشغلة الثانية اللي بتبقى بالذاكرة بالنسبة لحلب هي البساتين يلي بيروحوا لها الحلبية بالليل تحت ضوء القمر مشان يسمعوا الفستق لما ببلش يطقطق بالليل. كمان في شغلة ثالثة ممكن نذكرها انه حلب القديمة بين الاحياء كان يصير فيه نوع من البوارات، نوع من السبق بالبرغل، يعني طحن البرغل أو صناعة البرغل. ومن هون جاي إنه الحلبية بدافعوا بيقولوا إنه الطابولة هيدي جاي من عنا، هيدي مش صناعة لبنانية. هلا بنشوف. حلب مدينة عربية مشرقية مفتوحة على مجالات عدة. حلقة وصل بين بلاد الشام وبلاد الأناضول، بين حوض الشرقي للمتوسط أنطاكيا وبلاد ما بين النهرين، محطة متعددة الوظائف منذ كانت طريق الحرير، وفي الوقت نفسه حصيلة حضارية، بوتقة حضارية، يعني هي نتاج كل هذه الوظائف ونتاج للأفكار والصور يلي تنطوي عليها ثقافات هذه الأقانيم المحيطة بحلب. قد يقال أنه لا يمكن اختزال هذه المدينة بإحدى وظائفها. فعلا لا يمكن اختصار حلب بكونها مختبر تاريخي لتفاعل واختلاط العرب والسريان والأرمن والكرد والتركمان. وطبعا هذا توازن بيجعل هذه المدينة توازن دقيق، كان يجعل هذه المدينة على الدوام مهددة بالتقلبات التاريخية حولها. طبعا سر هذه المدينة هو يتعدى الوظائف الاقتصادية والثقافية تبعها. السر لازم نفتش عليه بالتوازن والانسجام بين الحياة المادية والحياة المعنوية لأهل حلب، بين الصنعة والفن، بين متعة المائدة المطبخ الحلبي والحالة الطربية، بين الموشح والعشق الصوفي. خلينا نتذكر، خلصت المحاضرة. خلينا نتذكر انه بيروت كمان قدمت لنا بحقبة من تاريخها خيار بديل حول امكان بناء نسق مدينة قادر على استقبال مناخات ثقافية متعددة ومنفتحة، وكمان قادر على اطلاق تحولات ممكن تسمح بتجاوز الحواجز الثقافية والاجتماعية المتأتية من التجزئة الكولونيالية للعالم العربي. دكتور فؤاد ابن حلب وعارف بكل خباياها وأسرارها، متبحر بثقافتها المتعددة، بده يحاول يخدنا للعالم الكبير لهالمدينة، وبيحاول من خلال محاولة استكشاف إذا بعد ممكن اليوم الحفاظ على شيء من بنيتها الحضارية. شكرا ميشيل، وشكرا لحضوركم، شكرا للمؤسسة والدعوة، الحقيقة مصدر فخر. لاعتراض، أنا يعني لا أظنني خبيرا يعني بهذه الدرجة، أنا ابن المدينة.
هو بلد خبير هل تعرف يعني حقيقة قبل ما بحلب في مصطلح بسموه فتح تم، يعني لما بيكون حدا بيجوا أشخاص من موقف حزين أو صعب أو بتقدم لهم طبق من الحلوى يعني مختلف أنواعه بيسموه فتح تم، بيسموه هالمسألة هالطريقة فتح تم. أنا رح أعمل إذا بتسمحوا لي فتح تم هلأ، هي عبارة عن مقطع موسيقي لنوري اسكندر اللي هو مؤلف موسيقي حلبي، وله بحث كبير بتأثير الموسيقى السريانية في حلب كجزء من تأثيرات موسيقية متعددة كردية وعراقية وفارسية في موسيقى المدينة. رح نسمع مقطع صغير حوالي يعني 4 دقائق وبعدين منحكي بالمحاضرة. هلأ هو فتح تم. نوري اسكندر حقيقة موسيقي حلبي ونحن بنسميه ملفونو، فرح نسمع للملفونو جزء من بحثه عن الموسيقى السريانية في حلب. ملفونو يعني الأستاذ. ما في صوت؟ قلنا له لل وين صوت؟
ما أن يعرف السامع اليوم أنك من حلب حتى يهز رأسه أسا أو ربما يتمتم ببضع كلمات مدغمة تفهم منها الحسرة والتعاطف والألم. قبل بضع سنوات كان رد فعل السامع نفسه هو الضحك أو أقلها ابتسامة عريضة ثم الحديث عن القدود الحلبية وتكرار اسم صباح فخري أو ربما يمصمص شفتيه وهو يتذكر الكبة والمحشي والمطبخ الحلبي الذي لا يعلى عليه. أما الزائر نصف المتخصص فلا بد أن يذكر لك شيئا عن الخانات أو الأسواق، لكنه سينهي قوله ولا بد عن منطقة الجديدة وبيت وكيل أو زمرية أو أجقباش، ولا تنسى أن تعود من حلب بكم لوح صابون غار وكيس زعتر مع سماق وليفة حمام أو كيس تفريك. لكنه ليس من عبث أن يرتبط اسم المدينة بالموسيقى والغناء أو بالمطبخ شديد التنوع والغنى أو بالعمارة الحجرية الفريدة، فهذه هي هوية المدينة التاريخية التي عبرت الزمان إلى يومنا القريب يدا بيد مع صفة المدينة التجارية، الصفة التي لازمتها مرات إيجابيا كحاضرة مدينية مستمرة منذ عصور ما قبل الميلاد، ومرات سلبيا حيث وصفت المدينة بالمداهنة والمصلحية والمحافظة. لكن هذا نصف الكلام أو ربما أقل منه بكثير، فحلب التي عرفت في تاريخ التي عرفت في تاريخها المغل طعم المملكة الواسعة ثم في تاريخها الأقرب معنى أن تكون الولاية الثانية في إمبراطورية مترامية الأطراف، حيث بلغ عدد سكانها في أواخر العهد العثماني 1900 حوالي 900 ألف نسمة على مساحة 86 ألف كيلومتر مربع، يعني حوالي 8 أضعاف حالياً مساحة لبنان. كانت على امتداد الفترة العثمانية المحطة الأهم والأكبر في أهم طريق تجاري في ذلك الزمان، طريق الحرير، حيث تتقاطع فيها الطرق، فقوافل تتجه إلى العراق ومنها إلى فارس فالهند ثم الصين فاليابان، وقوافل تتجه جنوبا إلى دمشق ومنها إلى الحجاز فاليمن فعمان أو إلى فلسطين ومصر وما يليها في إفريقيا. أما القوافل القادمة
من تلك الأمصار، فتعرف بضائعها الطريق إلى ميناء حلب في ذلك الوقت اسكندرونة على المتوسط، ومنها إلى كريت وجنوة والبندقية ومرسيليا وحتى إلى مانشستر. أعرج حلب وصل للهند، أو كل ضيعة إلى دربع حلب، يقول المثل الحلبي الشائع والذي لا يزال لليوم يستخدمه سكان المدينة وتجارها للدلالة على معرفتهم ورغبتهم في كسر الطوق الذي فرض عليهم في فترات متعددة من تاريخ المدينة تسارع وتزايد في 50 سنة الماضية. اسمحوا لي شيل هاي بس حتى نشوف السلايدز. نفتح السلايد بس. Anyway. ورغم أن الولاية حافظت على امتدادها الجغرافي حتى بعد انهيار، بدك تاخذ السلايد اللي بعده. ورغم الولاية المحطوطة بالأزرق، ورغم أن الولاية حافظت على امتدادها الجغرافي حتى بعد انهيار الرجل المريض وتقاسم تركته التي كانت تضم سنجق اسكندرون غربا مدخلها التاريخي إلى المتوسط، فإنها اتسعت شرقا حيث أعطتها المسودة الأولى لاتفاقية سايكس بيكو. أحسن هيك. حيث أعطتها في شيء بالغلط، سوري، بالتواصل بين هذا الجهاز. فيك تحطي كرسي. ورغم أن الولاية حافظت على امتدادها الجغرافي حتى بعد انهيار الرجل المريض وتقاسم تركته التي كانت تضم سنجق اسكندرون غربا مدخلها التاريخي إلى المتوسط، فإنها اتسعت شرقا حيث أعطتها المسودة الأولى لاتفاقية سايكس بيكو الموصل. قبل عم يصير شيء غلط، قبل أن تسحبها يعني الاتفاقية منها الاتفاقية النهائية بعد اكتشاف النفط في الموصل في عام 1920. يعني كانت الموصل جزء من هذه الولاية مثل ما بنشوف هون بالصورة. هي سكس بيكو الأولى، يعني هي سكس بيكو قبل يعني 1916 قبل الاتفاق النهائي اللي صار بعد ما اقتطعوا الموصل بعد اكتشاف النفط. ثم تأتي بعد سنوات ثلاث معاهدة لوزان مع أتاتورك لتقتطع شريطا شماليا واسعا يضم مدن ومناطق مرسين وترسوس وكليكيا وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش وأرفا وحران وديار بكر ومردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر ويضمها إلى تركيا. ثم يمعن الانتداب الفرنسي في القص ويقتطع سنجق اسكندرون الذي أصبح لواء في عام 1939 لصالح تركيا أيضا، ويبعد حلب عن البحر طريقها التاريخي إلى أوروبا، ويكمل العهد الوحدوي 1960 تمزيق الولاية التاريخية ليأخذ منها إدلب وجسر الشغور وأريحة ومعرة النعمان ما كان يشكل الأراضي الزراعية للمدينة. وهكذا فالولاية التي كانت مساحتها
في أول القرن العشرين تصل حتى 90,000 كيلومتر مربع، تراجعت خلال 60 عاما لتصبح حوالي 18,000 كيلومتر مربع فقط. يعني مؤسف ما زبط، جربنا كل شيء مشي قبل، بس هلا ما عم نشوف الخرائط. anyway ماشي، فتحناهن وفتحنا الرسائل وتركنا، هيك بيصير دايما. عشية الحداثة، حلب في القرن 18، يذكر إبراهيم ماركوس في كتابه الذي هذا عنوانه، يعني اسم الكتاب The Eve of Modernity، أن المدينة كانت مقسمة في ذلك الوقت إلى 72 محلة، 22 داخل السور و50 خارجه، وكان فيها، يعني ألف، الكتاب يحكي عن أواخر 1700، وكان فيها 68 خانا و187 مقهى و3 بمارستانات يعني مشافي و64 حماما عاما و8 مدارس علمية وسجنا واحدا. هلا في 13 سجن على كل. وقد بلغ عدد سكانها وقت ذاك 230,000 نسمة المدينة، 1794، 230,000 نسمة، كانت المدينة الثانية بعد اسطنبول في المساحة بعدد السكان، منهم 35,000 من المسيحيين و2,000 من اليهود. وينقل ماركوس نفسه عن وثائق المحاكم الشرعية لتلك الفترة أن حلب اختصت بفاخر الصابون، ينقل منها إلى بلاد الروم والعراق، ويباع منها في اليوم الواحد ما لا يباع في غيرها في الأشهر. ومن خصائص حلب نفقه، يعني تصريفه، ما يجلب إليها من الحرير والصوف والقماش العجمي وأنواع الفراء من السمور والسنجاب والثعلب وسائر الوبر والبضائع الهندية. بالمناسبة كل هدول حاليا أسماء لعائلات، يعني بحلب في عائلة الفرة والسمور والسنجاب والهندية. فإذا أحضر إليها، بحسب الكتاب، فإذا أحضر إليها 100 حمل حرير فإنه يباع في يوم واحد ويقبض ثمنه، ولو حضر إلى القاهرة بقارن 10 أحمال فقط لنباع في شهر. ويدخل حلب السجاد والتنباك من العجم، واللؤلؤ والأحجار الكريمة من البحرين، والطيب والتوابل والأفاوية يعني البهارات والعقاقير من الهند. في وصف لمأدبة رمضانية حضرها الملحق التجاري، أو أول ملحق تجاري فرنسي إلى حلب في عام 1549، يعني القرن السادس عشر، منتصف القرن السادس عشر، يا سلام عليك، فينا نمشي؟ جربي عم نمشي إلا أوكي، جريت جريت، نرجع لل أي. أوكي، أفضل الملحق التجاري هذا الفرنسي عمل كتاب اسمه ذكرياتي في بلاد ألف ليلة وليلة، الكتاب مطبوع في اليوم 1655، بيذكر الحكاية، يعني بيذكر وصف المأدبة الرمضانية، بيقول: اختارتني بلادي لأكون ملحقا تجاريا لها في حلب العظيمة، وبعد أن حصلت على الفرمان الشاهاني من اسطنبول ركبت سفينة شراعية إلى جزيرة أرواد فطرابلس، ومنها سلكت في البر طريقي مع حاشيتي إلى قلعة المضيق، واجتزت الطريق الروماني القديم متجها نحو حلب. وفي حلب استقبلتني الجالية الفرنسية وغيرها، ثم نزلت ضيفا عند زعيم الجالية الإيطالية. الجالية الإيطالية هي الأقدم موجودة بحلب، اللي هي من البندقية فينيسيا، إلى أن استأجرت دارا ممتعة أمضيت فيها 9 سنين. وفي السنة الثانية لوجوده، يعني، دعيت في شهر رمضان إلى حفلة عشاء في قصر الحسبي
الذي بين الباب الأحمر والبياضة، حيين قرب قلعة حلب. هذا القصر الفخم الأخاذ بسحر مباهجه، يتوسط صحنه حوض مزدان بتماثيل تقذف المياه من أفواهها على نور فوانيس الشمع، تذر مع النور الوداعة والأنس، وتشمل المدعوين الذين غص بهم الصحن، أقدر عددهم بين 30 و40 مدعواً من الوجهاء والأغوات وقواد الإنكشارية والمفتي والقاضي وآغة القلعة، يعني الموكل بشؤون القلعة. كمان في عائلة اسمها آغة القلعة، آغة القلعة يعني كان منهم وزير. كلهم كانوا بأحسن زي، وكانت العمائم والزنانير العريضة تشعر بمقام هؤلاء المدعوين الذين كانوا كلهم ملتحين. وجلسنا في قاعة قرب الليوان، أرضها من الفسيفساء ومسجات بسجاد العجمي، ورفوف القاعة تزخر بطرائف القيشان وبدائع تحف الصين. وأقيمت في القاعة مأدبة تضم حوالي 20 من ألوان الطعام، بينها الفواكه والكبة النية. 1549 كبة نية بحلب، حتى تقول مين الكبة النية وين موجودة. والنخاعات والكلاوي وبيض الغنم وضروب السمك وغيرها وغيرها مما لا أعرف اسمه في صحون الفضة اللماعة أو في أواني الصيني. ها هو ذا مدفع رمضان يدوي قربنا من القلعة، يؤذن بالفطور يعني الإفطار، ويشمر المدعوون عن سواعدهم، ومضت الأكف تلقم أفواههم الشرهة، وإذا سال الدهن من لقمتهم مسحوا أكفهم بلحاهم، ولا يضر هذا، فالصابون والماء الفاتر ينتظرانهم. ولفت نظري، بيقول الملحق، أنهم يختلسون مني النظرات ويتسارون إلى أن انتهى الأكل. هذا وجوقة المطرب بظهر القاعة تطرب، ويبعق المغني فترد عليه الجوقة بمثل بعيقه. تفضلوا إلى القاعة الثانية حيث العشاء. قلت أي عشاء؟ أما أكلنا وشبعنا؟ أجابوا إنما تناولته بضع لقيمات مقبلات، أما العشاء فهذا. ودخلت فإذا مائدة طولها 7 أمتار تسبح فيها ضروب الطعام في غدير السمن والدهن، هذا خروف محشو وغير محشو، وهذه ضروب طعام الدجاج والطيور، وهنا طناجر المحاشي وصواني الكبب، ويأتي أخيرا دور الحلويات والفطائر والمهلبيات التي اتخذت من العسل وغيره، وسجيت باللوز والجوز والصنوبر والفستق، يفوح منها روح ماء الزهر. انتهى كلام الملحق. هلا كلامي. وتعتبر قنصلية البندقية أقدم تمثيل دبلوماسي تجاري في المدينة، تعود إلى بداية القرن 13، 1207 أول قنصلية، إبان حكم الملك الظاهر غازي، ويأتي وبعد البنادقة يعني بالتمثيل الفرنسيون ثم الإنجليز ثم الهولنديين والتوسكانيين، واللغة الشائعة بينهم هي الإيطالية التي عبرت إلى مفردات الحلبيين بكثرة وعاشت معهم إلى اليوم، كالسكرتون يعني خزانة الثياب، حلبية بيعرف كالسكرتون والسكمبيل وراء اللعب الشدة، سكمبيل والمانيفاتورة والبروفا والدوبيا. الدوبيا ألم الدوبيا يعني الحساب المزدوج، هذا بالمحاسبة بالتجارة قيد مزدوج بسموه الدوبيا، ما زال يستعمل بسموه دوبيا لهلا. والطابو وليس الطابو، طابو نحن كنا نسميه بصغرنا الطبوية، يعني هي سدادة الأنينة أو طبة،
تابو بالطلياني. وأطلقت أيضا على نوع من المفرقعات كنا نحطها نضربها بإجرنا بتفرقع، هذا طبوية نسميه. والبندورة التي هي تحريف لبومادورا بحسب الأسدي في موسوعته الشهيرة عن حلب، والتي تعني التفاح الذهبي. أما مفردة بندوق، بعتذر من الحلبية، أما مفردة بندوق فهي تعني في الحلبية الحالية معنى الذكي والشاطر، وكانت قبلا تعني ابن الحرام ذا العيون الزرق الذي بزعمهم كما يقول الأسدي أيضا زنى بأمه أحد تجار البندقية، ومن هنا صار اسمه بندوق يعني غير تيمورلانك والشام. أي. وليست الإيطالية التي جاءت عن طريق تجار البندقية وتسكانيا وجنوة هي فقط ما دخلت مفردات حلب، فتجار الأمصار الأخرى جاءوا أيضا بمفرداتهم كاليونانية، نستعمل بحلب كلمة الكرويتة، كرويتة يعني المقعد الطويل الصوفة كرويتة. والفرنسية التي دخلت مفرداتها قبل فترة الانتداب الفرنسي بزمن طويل، هناك مفردات دخلت بعد فترة الانتداب الفرنسي طبعا، لكن هناك مفردات قديمة من تواجد القنصل الأول كالببور اللي يطلق على السفينة البخارية. إيه وبراو بيقولوا براو عليك يعني برافو، والسكلمة اللون أحمر. ولاحقا دخلت مفردات لأزياء كالشابوني بالفزوة الحلبية جيب يعني، والإشاب والمنطوفة. حتى السنسكريتية وجدت لها موقعا بين لغة الحلبيين، وخاصة أسماء الأعشاب والأدوية والتوابل كما هو متوقع كالجنزبيل كما يلفظه الحلبيون وهو الزنجبيل، والورس وهو الزعفران اللي بيدخل في مسألة بحد ما بيقول بركات ورسي يعني نوع من الترحيب. لكن قائمة المفردات الفارسية والتركية لا تعد ولا تحصى، من الكرابيج المفردة الفارسية بمعنى الصرة والتي أطلقت على الحلوى المعروفة، إلى الشايدان اللي هو إبريق الشاي، والإرتي اللي هو غطاء الطاولة بالحلبي، والشنتر حفا اللي تعرفوها خلص إذا الشنتر الحلبية بيعرفوا الشنتر حفا. الشنتر حفا هي النوري، يعني النوري على تعطية إيه يعني شنتر من هذا الحافل، بس يطلق على شخص اللي هيك حي الله يعني. لا لا هيك إنه هذا شنتر حافل. هردبشت فارسية. وتعتبر اللاحقة التركية تشي التي تضاف إلى الاسم لتعطي معنى صاحب المهنة من أكثرها شيوعا، حيث أن الكثير من العائلات الحلبية حاليا تحملها كالتتنجي، يعني باع التتن. تعرفوا الغنية الحلبية طلبت مني التتن، منين أجيب لها التتن؟ وأعتنى في محبتهن ما كانوا على البال يوبا. بالتت. والبصمجي، بصمجي هو اللي كان يطبع النسيج. الطنجي. والكعكجي، الطنجي بيشتغل بالذهب من الطن. الطن. والكعكجي. والتفنجي، والتفنجي وهي رتبة عسكرية، يعني تفنجي بالحلبي هي البارودة يعني تفنجي، وغيرها كثير. بالعراق التفك تفك. أما السريانية فهي القاعدة الأساس، ليست فقط كمفردات وأسماء أمكنة في حلب، في أسماء محلات كثيرة سريانية مثل بحسيتة بنقوسة النسرين، بل يمكن لنا أن نزعم أنها طريقة لفظ واشتقاقات صرفية، حيث الألف الوسطى في كثير من المفردات الحلبية تلفظ مائلة كما في السريانية. فالحلب يقول عن الجامع جامع، وعن الثياب حويج، قصده حوائج يعني،
وباب الجنان اللي هو اسم أحد أبواب حلب يصبح باب جنين، أو إضافة الباء الساكنة في أول الفعل ليدل على الفاعل المتكلم، بيقولوا بكتب يعني أكتبه، بكتب أو بلقش أي أتكلم ألقي شيئا، أو بيشتغل، وهكذا وهكذا. لا شوي، ولا أعرف لماذا خطر لي وأنا أكتب عن المفردات السريانية تذكر العجور، ولا يبرر هذا التداعي أن العجور هو الاسم السرياني لضرب من البطيخ الأصفر الذي يظل أخضرا، لكننا طالما بهذا الصدد فسأذكر القليل عن هذا النوع من الخضروات الذي لا يأكله الكثيرون خارج حلب، وهو يؤكل نيئا. لا مو شمع، ما دع عجور، دع عجور فقط هيك اسم، ما له اسم آخر، من نفس فصيلة البطيخيات لكنه عجور، وهو يؤكل نيئا مع السلطة أو مكبوسا أو مطبوخا مثل ما بالصورة على الشمال، حيث يتخذون منه العجور المحشي بالرز أو البرغل أو الفريكة، ويسكب فوقه اللبن المثوم متوم باردا. بس هو ليش أقرب للكوسة حتى يقدروا يعرفوا، يعني هو ما نوع من فصيلة الكوسة بس شكل الكوسة محشي، بدوروا عليه بدوروا عليه بلاقوه بكرة بلاقوه. ولشهرته ولشهرته العجور ولشهرته بين الحلبية صار له مثلا بينهم، فيقولون قلبي من العجور منجور، يعني مثقل علي الهموم، يعني قلبي من العجور منجور. وطالما أن الشيء بالشيء يذكر فإن محشي العجور سيجرنا ولا بد إلى الحديث عن شهرة حلب بمحاشيها وكبابها، والتي نالت بسببهم لقبها الشهير بأنها أي حلب أم المحاشي والكبب. والحلبيون يحشون كل ما تقع عليه أيديهم من الخضروات، فهناك محشي الباذنجان والكوسة والقرع والعجور والجزر الأسود والبطاطا والخيار والبندورة والفلفل الحمراء والخضرة، أي الخضرة بسموها فرنجية بحلب، والكماية والكماية والأرض شوكي كما يعني الكم سموها كماية بحلب، والكماية يس سجلها هاي الكمل المحشية سجل لك الجزر الأسود قليل إذن أنا وين؟ البندورة والفلفل الحمراء والخضرة التي يسمونها فرنجية والكماية والأرض شوكي والبصل، ويلفون أوراق بعض الخضروات كنوع آخر من المحشي كالملفوف والسلق واليبرق. يبرق كلمة تركية يعني محشي ورق العنب، يبرق يعني ورق الذي يحتوي اليبرق على الرز واللحم. أما ما هو بدون لحم من ورق العنب أي فقط محشي رز وخضار فيدعى يلنجي أي الكذاب، لكن شيخ المحاشي قاطبة هو ما يحشى باللحم المفروم والصنوبر فقط، أي دليل الثراء والمنزل الرفيع. أما عن الكبب فحدث كما يقال ولا حرج، فلكثرة شهرة حلب بكببها يقتنع المرء أنه من اختراعها. والحقيقة أن أطيب الكبب كما يذكر الأسدي في الموسوعة هو هذا الأسدي خير الدين الأسدي، حلبي مات 1970 وعمل كتاب شهير من 7 مجلدات اسمه موسوعة حلب المقارنة، للأسف الكتاب غير متوفر، مفروض يعني طبع في جامعة حلب، عندي نسخة
وحيدة لحسن الحظ. بمعنى الكتاب نزلوا منه هالسنة. والله؟ إيه. هذا مجموعة كاملة. الكتاب العربي. من حلب درجة نزلت من حلب. حلو. كما يذكر الأسدي في الموسوعة أطيب الكبب. كما يذكر الأسدي في الموسوعة ما يجهز في غرب حلب لتوفر أطيب البرغل فيها. وهو البرغل العمئي بسموه. والذي لا يوجد له مثيل في المعمورة. وفي زمن كتابة الموسوعة يعترف الأسدي أن بيت الكيخية ورستم والكيالي وهنانو هم أفضل من صنع الكبب لاتخاذهم من البرغل العمئي ثم سخائهم بالسمن واللحم والجوز والصنوبر هو ما يجعل يعني هذا الطعم الفريد. ثم يعدد الأسدي أنواع الكبب حتى تحسب أن موسوعته عن الكبب فقط، فيذكر منها 59 نوعا كالكب السفرجلية والسمائية والأصابية واللبنية والعنتبلية والأورفلية والمختومة والمسلوقة والزنجلية والملأوزة والمحبرمة. المحبرمة الحقيقة أنا لم أذق محبرمة أبدا، وهي جاية من حب الرمان، وهي تطبخ بحمض حب الرمان، والقائمة تطول. لكن الحلبيين أيضا مولعون بالطعام الحريف أو الحد كما يسمونه الحر بلهجة لبنان، وربما هو بسبب تجارتهم القديمة مع الهند حيث تعرفوا إلى نوعية طعامهم. حقيقة اكتشفت أن الموصل أيضا بيحبوا الحد، واضح أنه على نفس الخط. ولعل الأكل الشعبي المسمات أبو أمون تعكس هذا الولع. وأبو أمون رقائق تصنع من طحين البرغل تبسط عليها الفليفلة الحمراء الحرة المدقوقة مع الزيت ودبس البندورة، ويرش عليها الكزبرة اليابسة والكمون بكثرة وتخبز بالتنور. وإذا كانت كثرة زيت الزيتون الكردي زيت الزيت زيت الكردي اللي بشمال حلب شمال غرب حلب زيت كتير طعمته طيبة استعملوه كتير وأسيده تقيل. وإذا كان لا تبلع لك فيس لا قبل أيوة نكمل إلا شو. وإذا هلا نحكي إذا سألوني كنا عم نحكي على أبو أمون المعمولة يعني خبز فليفلة أهل حارم بيحبوها كثير. وإذا كانت كثرة زيت الزيتون الكردي تسهل ابتلاع هذه الرقاقة المتفجرة من كثر الحر، فلا شيء يحمي حين خروج بقاياها بعد ساعات قليلة. في أطعمة حلب وهي أيضا في دمشق مجال لتبادل الغمزات واللمزات بين الطوائف. فالباذنجان المطبوخ في البرغل يطلق عليه المسلمون في هاتين المدينتين يهودي مسافر. يهودي شو؟ مسافر. مسافر. فيرد عليهم يهودها بتعديل بسيط على الأكلة ويطلقون عليها اسم مسلم هربان. لكن الطرفان يتفقان على أسيس مشطح. أسيس مشطح. فهو الباذنجان بالفرن والمغطى بالطراطور والمحشي باللحم ودبس الفليفل الحلبي. يعني شاف المحشي يعني؟ لا. شيء متشافل. لا لأنه طراطور بيحطوا له. والمشكك هذا المسلم هربان بيحطوه بالكوسة، اليهودي مسافر بالتنجان. هي مثل التريدة عندنا بالضيف يعني. والمشكك في مرور طريق الحرير من حلب عليه ليزول شكه أن يتأمل في الدقة الحلبية، تلك الخلطة السرية بمقادير 7 أنواع من التوابل كالبهار الحلو والفلفل الأسود وجوزة الطيب والقرفة وكبش القرنفل، ثم لا بأس من بعض الإضافات كالفلفل الأحمر والزنجبيل والمحلب. ولكي تكتمل الوجبة بالتحلية فهناك الكنافة بنارين والمعجوقة والمدلوقة أو البالوزة والكرابيج أو إن شئت زنود الست والأمر بعب الغين.
أمر. الأمر بعب الغيم اللي هو اسم المحاضرة اللي للأسف كتبوها الأمر تحت الغيم، يمكن ما فهموا من كلمة العب، لأنه العب هو يعني الحضن، فالقمر في حضن الغيم. وهلا بنشوف الأكلة. هي هذا جق ملبن، جق ملبن اللي هو يعني جق بالتركي، لما نقول سجق يعني فهو الشيء الملفوف، والملبن هو نوع من يعني الملبن الحلوى. هلا معلش نافه بنارين هي التوت بس يعني هلا بنرجع بنفتح بعض الصور، ممكن نشوف الصوره اللي بعدها. هذا مشبك ولقمه القاضي بنسميها. الصوره اللي بعدها هي زنود الست، وهي بعدها وهي كنافه مدلوقه يعني حليب عندها سرق. وبعدها وهي اسمها أمر بعب الغيم. أمر بعب الغيم لا لا، هي عبارة عن كنافة جوا ومحطوط عليها كنافة من الداخل، وبغمروها بالقشطة والفستق الحلبي. القشطة هو الغيم والكنافة هو الأمر والفستق. أمر بعب الغيم. والقارئ الانثروبولوجي خلصنا اكل خلصنا اكل بلا ناخذ بريك ونشرب سمنات دايت. والقارئ الانثروبولوجي المتامل في مكونات هذه الانواع وطريقه اعدادها وتقديمها لن ينتابه اي شك في ان المطبخ الحلبي هو مطبخ ثقافات متنوعه لا يفسرها الا موقع المدينه ودورها التاريخي. فالتجار القادمون من مسافات بعيدة في آسيا أو أوروبا يلتقون هنا، ويطول مكوثهم أحياناً أشهر طويلة. هذا سبب تنوع المكونات. تتم فيها المبادلات التجارية، لكن خلال هذه تتسلل أنواع الأطعمة المختلفة والمفردات والموسيقى. وتعتبر الخانات الحلبية منزلاً للتجار القادمين ومستودعاً لبضائعهم ومأوى لدوابهم. وأكثر الخانات مبنية على شكل مربع طول ضلعه قد يصل لستين متر، ويؤلف مثل ما نحن شايفين ويؤلف من طابقين. غرف الأرض منه لخزن البضائع، والعلوي فندق يشرف على الباحة الداخلية. ويرغب القماصل بسكنة الخان لأنهم تجار أيضا، ولكونه أكثر أمنا. ومن خانات حلب خان البنادقة، خان الجمرك، خان الوزير، خان النحيسين، خلينا نشوف اللي بعده، خان الحرير، خان الصابون، وخان شو كمان، خان الشوني، خان الشوني ما بعرف من اصل كلمه شوني. هذا خان الصابون تزي على دار الجمل ينزلوها هي البنات الكبيره، وخان الحبيل. واذا كانت البضائع المجلوبه سوقا وخانا بنفس الوقت، فالسوق لبيع المفرق والخان لبيع الجمله، وصاحب الخان يدعى الخانجي. أما القيسرية أو الإيسرية بسموها بلهجة حلب، فهي بناء دون الخان حجما بداخلها دكاكين ومعامل صغيرة. وحلب مبنية من الحجارة، وحجارتها لاسم الشهباء كلسية سهلة الاقتلاع والنحت، وتدعى بالحلبي نحيد. يتصلب مع الزمن، ويتصف الحجر الحلبي بألوانه الثلاث الأبيض والأصفر والزهري بأن صفاته الفيزيائية لا تتغير مع مرور الزمن. مثل ما شفنا هذا فيلا روزا بحلب بالقرن التاسع عشر، وهو قليل التأثر لعوامل الطبيعة المختلفة، لذلك بيستمر. وقساوته جيدة، تعطي صوتا رنانا عند النقر عليها، وكثير ما يميل الحجارة عند نحت الحجر إلى الغناء بإيقاعات من مثل بغنوا يا الأسمر اللون هالأسماراني، يا الأسمر اللون، يعني بهذا مع دق الحجر. صمدت أبنية حلب المملوكية والعثمانية طويلا. فخلال تلك الفترة التي تمتد إلى أكثر من 600 عاما، شهدت حلب أكثر من 7 زلازل مدمرة، أكبرها الذي حدث في القرن الثامن عشر وأدى إلى تهديم 3 مساجد و200 بيت.
لكن البراميل المتفجرة التي سقطت على المدينة في السنوات الخمس الماضية هدمت ما لم تفعله عوامل التاريخ والطبيعة مجتمعين. في قصد سياسي معقول معقول بدك تسأل ترامب فمئذنة الجامع الأموي الكبير الفريدة التصميم والتي بنيت في عام 1090 ميلادية يعني من 1000 عام تهدمت بالكامل في نيسان 2013 إثر استهدافها بشكل مباشر، وتضررت كثير من الخانات والحمامات الأثرية والدور القديمة كبيت زمريا وبيت وكيل. إذا في فرصة نشوف بيكون منيح، ما في فرصة نكمل. بيت متنبي بعده أو ما في بيت متنبي، هذا أسطورة أسطورة. بس نشوف صورة الجامع بعد هذا. حلو فيلا روزا. حلو. فيلا روزا بعدها. بعدها. أوكي هذا الجامع الأموي. هذا صورة الجامع الأموي أو الجامع الكبير بحلب. الصورة البعدة إذا سمحتي. بالأول هلا راح. شو قصة التكنولوجيا؟ مثل هالزمه كان عم يصلوا كيف؟ كان الجامع كان عم يصلوا وقت اللي ضربوها ما كنت موجود. انا شو باقي من التراث العظيم؟ صار في تهديم كبير. بس رح نخلص فقرة واحدة بس استغربت. ممكن بس ايه حتى لا تاخدي هذا بس سلايد ولا سلايد. اوكي بس البعده هيدي صورة الجامع اللي بعده هي صورة هذا ما عاد في مئزنة اذا بتلاحظوا ما عادت المئزنة اللي كانت موجودة اللي بعده هذا موقع هد المئزنة. طبعا في صور اخرى بتشير لحجم التهديم والحرق داخل الجامع. اللي بعده هذا المشفى الوطني العثماني اللي بالقرن التاسع عشر وتحول الصوره اللي بعدها الى اوتيل فوق اسمه الكارلتون، وهذا بعد التفجير اللي صار تحت يعني اختفى نهائيا. هذا على الارض نهائيا. اللي بعده هذا دار زمريا المشهور الفندق صار. اللي بعده هذا دار زمريا بعد التفجير. بس خلصنا أصلا. أنا بعد شوي في بس الفيديو. على سبيل الخاتمة، منذ نهاية مشروع دولة حلب الفرنسي التي خلفت ولاية حلب العثمانية حلمت المدينة على الدوام بإمكانيات جغرافية أوسع بكثير من حدودها الحالية، ولطالما اعتبر الحلبيون أن سوريا منطقة داخلية صغيرة جدا لقدراتهم. لقد تكونت الشريحة السياسية الحاكمة في سوريا حتى الاستقلال بال46 من رجال الكتلة الوطنية، وهم إجمالا من الأغنياء والمحافظين، وهم من أدار معارك الاستقلال السياسية والبرلمانية. انقسمت الكتلة بعيد خروج الفرنسيين إلى كتلتين، هما حزب الشعب وهو من مثل مصالح المنطقة الشمالية وفي قلبها حلب، والحزب الوطني الذي مثل دمشق. وظل التنافس بين الكتلتين حتى قيام الوحدة مع مصر 58. فقد ظل حزب الشعب مسيطرا على الحياة البرلمانية منذ الاستقلال وحتى الوحدة، وكان المحرك للسياسات الداخلية والخارجية السورية، حيث شهدت سوريا في تلك الفترة نشاطا اقتصاديا يشبه الغليان، فتحسن الانتاج الزراعي بشكل هائل، ويعزى السبب بشكل غير مباشر إلى تجار حلب الذين استثمروا في الزراعة وأدخلوا الآلة إليها، وحرثت أراض بكر في السهول غرب الفرات وشرقه وفي منطقة الجزيرة، كما سيطرت رؤوس الأموال الحلبية على معظم الحركة الصناعية الناهضة وأهمها صناعة النسيج. لقد ألقى حزب الشعب الحلبي ثقله في السياسة السورية لنقض الحدود الجائرة على المدينة،
وإعادة التوحيد مع العراق وإزالة الحواجز التجارية والحدود السياسية التي خلقت سوريا. وظل نفوذ حلب السياسي قائما حتى موجة التأميم الأولى في عهد الوحدة مع مصر. ويعود تراجع هذا النفوذ إلى صعود سياسة مصر القومية بزعامة عبد الناصر والتقارب مع السوفييت والكتلة الشرقية، وتراجع تعاطف الشارع السوري مع العراق بعد توقيع حلف بغداد، وظهور أحزاب الطبقات الوسطى كحزب البعث للبرنامج الاجتماعي الحامل للمشروع الوحدوي مع مصر. ولأول مرة خلت حكومة 56 بعد عدوان الثلاثي، لأول مرة خلت من ممثلي حزب الشعب بعد أن اتهموا بتلقي أموال عراقية والتخطيط لإقامة انقلاب عسكري بتنظيم فرنسي إنجليزي. تراجع التمثيل الحلبي بشدة منذ ذلك الوقت في مرحلة الوحدة وما بعدها، وترافق مع التأميمات الكبرى التي طالت رساميله وخروج معظمها إلى لبنان وأوروبا. ولم يتغير الأمر عقب الانفصال، حيث كان تدخل الدولة المركزية في القاهرة إبان الوحدة دورا كبيرا في حسم التنافس الحلبي الدمشقي لصالح العاصمة. جاءت المرحلة البعثية لتكرس التشوهات البنيوية للتطور الطبق الطبيعي للبرجوازية الوطنية. ففي سياق الصراع داخل أجنحة البعث تم تنحيت الكتلة الحلبية أيضا، ممثلة آنذاك بالبعث الحلبي أمين حافظ عن سلطة الشرعية الانقلابية. واكتمل خروج حلب نهائيا من المعادلة السياسية في زمن حافظ الأسد بعد اتهامه لها بمساندة حركة الإخوان المسلمين. واستمر هذا الخروج طوال مرحلة الأسد الأب، يعاد استمالة الطبقة الصناعية وما تبقى من برجوازية هرمة وعائلات عريقة في السنوات الأولى للأسد الابن قبل أن تنقض. يعاد استمالة الطبقة الصناعية وما تبقى من برجوازية هرمة وعائلات عريقة في السنوات الأولى للأسد الابن قبل أن تنقض طائرات الميك والسخوي وبضعة صواريخ سكود ومئات البراميل المتفجرة لتحيل ترابا حجارة مدينة المحاشي والكبر، وتشرخ صوت المنشد الحلبي الذي وقف بين حطام منزله يهتف: فوالله ما مال الفؤاد لغيركم وإني على جور الزمان صبور، بعدتم ولم ينأ عن القلب حبكم، وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. رح نشوف هذا المنشد الحلبي اللي اسمه أحمد حبوش، وننهي هذه المنشد بسموه بحلب منشد، يعني بيقول غناء ديني أو غناء تراث. هذا ببيته لما رجع يشوف بيته. هذا صار له سنة تقريبا، لما دخل على يعني سنتين. لا لا هلا تعال. وَلَنْ يَقْوَى عَنِ الْقَلْبِ
الأخيرة. سؤالي هو حول منزل الحلب داخل سوريا المستقلة. أنت تحدثت عن فترة المنافسة، هل نسميها كذلك، بين الحزب الوطني وبين الحزب الشعبي. كانت كل الكتلة الوطنيين أسمى الحزب الوطني حزب الشعب. بوجه من وجوهها نوع من المنافسة على النفوذ بين حلب ودمشق. لكن أيام حزب البعث، لا سيما بعد مجزرة الكورية العسكرية عام 79، مورست بحق حلب بسياسة عقوبة جماعية، وكان الحلبيين عندهم شعور بأنهم مضطهدين في سوريا ومقموح. هلا هناك واستمر هذا طويلا للقاء، وهذا سؤالي هو عنه، انه الاسد الابن حاول ان يرضي الحلبيين وكان يزور حلب باستمرار، اكل فلافل بصلاح الدين وانه مرته حلبيه، بعض من المنزل اللي فقدتها ايام ابي. شو صح الكلام؟ بدك ترد دغري او نعمل جوله اسئله؟ ترد دغري. انا الحقيقه يمكن يمكن ذكرت يعني سريعا. الحقيقه تم استبعاد حلب بالتدريج من فتره الوحده حتى زمن الاسد. بزمن الاسد بالفتره الاولى بفتره السبعينات، الحقيقه الفتره الاولى حتى قبل يعني من 70 و73 كان في نوع من الاستماله، لانه حلب في السبعين لم تكن محافظ الاسد، يعني لما صار الانقلاب لم تكن محافظ الاسد. والقلة اللي يعني من واحد فقط من فرع الحزب بقي مع حافظ أسد والباقي مع صلاح جديد. ف يعني بدأ العقاب منذ ذلك الوقت، لكن كان بطيء إلى أن حدث بأواخر السبعينات موضوع حركة الإخوان المسلمين، ثم مدرسة المدفعية، فاستبعدت حلب فيما بعد ذلك نهائيا. يعني أذكر تماما أنه لم يغير مدير عام لمدة 20 سنة، يعني بيبقوا كان بأماكنهم لفترات طويلة. منعت طبعا، صار في سوريا نوع من منع الاستيراد بشكل عام ضمن ما يسمى سياسة التقشف، منعوا الاستيراد، سياسة الحماية. اللي حدث أنه اشتغل وقفي شوي إذا بعد شوي. اللي حدث إنه حلب استمر في هذا الاستبعاد إلى أن جاء الأسد الابن، اللي حاول جزء من السياسة اللي نصح بها إنه إعادة استمالة الطبقة البرجوازية الحلبية، الصناعيين الحلبيين اللي استمروا للغرابة بالعمل لكن بلو بروفايل أو برا. يعني كان في كتير رسامي برا عم تشتغل وتصب بحلب، ولذلك لما أعلن قانون 10 ب91 تدفقت أموال في حلب هائلة استثمروا فيها. هذه الاستمالة استمرت الحقيقة سنوات، يعني إلى أن بدأ أنه الأمور يبدو يعني لا تكفي. كان يزور حلب عدة مرات ويأكل فلافل، ويبدو وكأن الأمر حتى بالسنة الأولى نعم جورج أنطاكي. ومن السنة الأولى الحقيقة كان ضخوا 85,000 شخص شبيح من ريف حلب ومن الحقيقة من العلويين. صار في شكل أساسي في ذلك الوقت صار ضبط للمدينة مدة حوالي سنة، إلى أن انفجر طبعا الوضع. وأنا بتذكر فرضوا على رجال أعمال الصناعيين أنه هن يدفعوا تمويل الشبيحة 2011-2012، لأنه منتصف 2012 بعدين فعد. حدا تفضل دكتور. التخريب اللي صار ما هو مدى التخريب؟ مدى التخريب حجمه؟ كم تخربت المدينة؟ مدى التدمير يعني؟ هلا الابن البي دمر حي واحد، ضرب منطقة بحلب اسمها المشارقة لا تذكر كثير، اللي ماتوا فيها 10,000 شخص في ذلك الوقت. بس هلأ الحقيقة لسه جديد يمكن التعرف على حجم الدمار. بعض الشهود اللي عم يزوروا الأماكن بيقولوا سوق المدينة اللي هو السوق الأساسي احترق بنسبة 80%. منطقة الجديدة فيها تدمير شديد، منطقة الجديدة فيها تدمير شديد. بيقولوا اللي بيوقف بعوجة الكيالي اللي هي على طرف الجديدة بيشوف العزيزية، يعني ما عاد يشوف منطقة بالكامل، صار بتبين ما
ما خلفها خلف المنطقة. فبيقولوا حجم الدمار كبير. تقدير حجمه أنه هل دمار إلا تصدع إلا إعادة بناء إلا الحقيقة بحاجة لوقت لحتى بس لا لا يعني بعض الصور الجوية بتقول في مناطق يعني كله بالجانب الغربي هذا الشرقي شرق المدينة شرق المدينة هو بيضم المدينة القديمة ومناطق المخالفات اللي هي المناطق الأكثر فقر الغربي بعده كله طيب. إلى حد كبير الغربي هو المدينة الجديد ما حكي كثير عن معالتها بمحيطها المباشر يعني بشكل خاص بريفها وهالشيء اكيد هو السؤال بتاعك بعد بلش الثوره وعارف ايش كانت ما موجوده في حرب المدينه صار في حكي كثير منيح عن حل الانقسام والتوتر بين حلب المدينه وريفها سمعنا كثير قصص عن عمال المعامل اللي عم يسرقوا المعامل الفلاحين شو برايك قديش الشيء صحيح تأثيره الحقيقي على وضع المدينة؟ هلا الحقيقة بالفترة الطويلة اللي سبقت الثورة أو الحرب كان حلب ريف حلب الشرقي بالذات يعني الريف اللي بيروح باتجاه الفرات هو أفقر ريف بكل سوريا يعني بالأساس كان في يعني بسبب جفاف الزراعة انخفض إنتاجه بسبب المشاريع المائية يعني صار في انخفاض أشد بسبب عدم الاستثمار في التعليم صار في كتير يعني خروج عن مؤسسة التعليمية وصار في هجرة كبيرة من ريف حلب الشرقي باتجاه خارج البلد يعني باتجاه لبنان مثلا كتير من العمال البناء والعمال الزراعيين هلا موجودين بلبنان منطقة الحص منطقة السفيرة اللي صرنا نشوف أسماء فيما بعد بال أثناء الثورة فكان في لفترة طويلة إذا بدك 40 سنة في فوارق اقتصادية اجتماعية ثقافية بين المدينة بالذات وبين الريف بالذات الشرقي منه الغربي أقل تأثرا بسبب امتداده مع المناطق الزراعية الخصبة مناطق إدلب أو الشمالية اللي كان في التهريب اللي هو كان بيعتمد بشكل أساسي مع التهريب مع تركيا لكن هذا يعني أنا بذكر يعني إحدى يعني باحثات الطليانيات أنا كنت بشتغل بالصحة فواحدة إجت طلعنا من حلب المدينة من مركز المدينة رايحين بالسيارة على السفيرة اللي هي منطقة 27 كيلومتر شرقي حلب لما وصلنا قالت لي This is a time machine نحن انتقلنا بالزمن يعني مو بس بالمكان لأنه في مسافة هائلة تنموية بين المكانين أظن هذا واحد من العوامل الكبيرة التهميشية اللي كانت اللي بفترة ما كان تعبئتها يبدو يعني حقيقية لما قالوا أنه في علاقة بين الريف والمدينة متوترة وهن اللي يعني بالفترة الأولى حتى لما دخلوا على حلب الفصائل اللي دخلت على حلب دخلت من ريفة حياة هون الشمالي دخلت من منطقة عمدان يعني بشكل أساسي فأي يعني في علاقة صعبة مع 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 الريف يعني علاقة متوترة نسبية. بس ليش المشاريع المائية بتأخر الزراعة؟ أخرت الزراعة. ما كان في مشاريع مائية تأخرت المشاريع المائية كتير يعني مشروع الجر مثل ما بيقولوا جروا قناة من نهر الفرات تأخر حوالي 30 سنة. إذا شفتوا فيلم عمر أميرالاي مثلاً فيلم الطوفان. يعني لا كان في مشاكل يعني في اشياء عوامل خارجيه اكيد اتراك استخدموا المي بس اذا بتشوفوا فيلم الطوفان بتناول قضيه سد الفرات وكيف انه هل هذا هو الطريق الصحيح للاستثمار انه كيف غمر اراضي كثير صالحه للزراعه مشان يكون خزان مائي ومولد الكهرباء هو هذا اللي اخر الصناعه يعني واحده من الاشياء الكثيره كان منا شكرا لا ابني على موضوع تباينات موضوع تباينات داخل حلب لأنه يعني نحن من سكان حلب نعرف إنه ما كان في حلب واحدة يعني ما حتى ما كان في ضرورة واحدة تقافية حتى صحيح. يعني كان في عدة مدن بهالمدينة هلأ هاي الخاصة موجودة بكل المدن إنه في حواري وفي مناطق إيش بيميز كان حلب بضمن تباينات داخل صحيح الحقيقة يعني
سامر انت بتعرف نص الجواب، بس جزء منه مثلا في عندك تباين جهوي، يعني الشرق افقر بكثير من الغرب، المدينه نفسها عم نحكي على المدينه، شرق افقر من غربها. بحلب 48% من السكان، سكان مدينه حلب بيعيشوا في المخالفات بمناطق عشوائيه، معظم المناطق هي 22 منطقة عشوائية، حوالي 17 منهم موجودين بشرق حلب والبقية موجودين بقية بشمال حلب، واحدة بس بغرب حلب. إذا كان في تهميش إذا بدك اقتصادي اجتماعي. في شيء تاني الحقيقة هو العيش في كنتونات، وهذا يجب الاعتراف بها، يعني مع كل الحديث عن المحبة يعني التنوع. مناطق الكردية، مناطق في حيين كبار بحلب هي معظم المناطق الكردية، الشيخ مقصود والأشرفية، وحالياً لهم نوع من الوضعية الخاصة. أحياء المسيحيين كانت إلى حد كبير، إلا لما تحسن الوضع الاقتصادي بدأوا ينتقلوا بعضهم لأحياء مجاورة، يعني منطقة الميدان مثلاً اللي بتحوي وال يعني والتليفون الهوائي وسليمانية بتحوي الأفقر، لما انتقلوا تقلوا منطقة الفيلات الأغنية اللي مجاورة لهم، يعني ما راحوا مسافات بعيدة. وأنا أذكر أصدقاء لي يعني بالجامعة يعني ولدوا ونشأوا وكبروا وما بيعرفوا مثلا منطقة اسمها سيف الدولة بحلب اللي هي غرب جنوب حلب، يعني منطقة طبقة وسطى وليست منطقة فقيرة، منطقة مبنية بعمارة جميلة، حتى ما في زيارة، يعني ما حدا بيروح لهالمناطق، هي مناطق تبدو علما ما كان في ظاهريا حرب تقسم الناس يعني، بس كان في هذا الشكل. الأرمن كان في كنتون أرمني موجود، وساهم انه الأرمن كان لهم الوحيدين كان لهم امتياز اللغة والجريدة، يعني امتيازات ثقافية، فكان عندهم مسرحهم عندهم جرائدهم عندهم مدارسهم، ولذلك ما كان بحاجة يطلعوا خارج المجموعة. ولما طلعوا بالترانسفر الأخير يعني ب 2012 بلش الخروج، طلعوا كتلة واحدة، 32 ألف أرمني طلعوا كتلة واحدة راحوا أرمينيا. باتجاه أرمينيا بشكل أساسي. فمعك داخل المدينة أيضا في أشياء ممكن لمحشي برغل. شو دور الدولة والقوانين اللي تصير يعني صارتها أو اللي مارستها في الفترة بالحفاظ على هالكونتنت؟ يعني ما في قانون مواطني فضلوا محافظين عم يدافعوا عن حالهم بدولة منحازة. أو عم جاوب على حالك؟ يعني أنا يعني إذا جاوبي عنا ساري بيجاوب. عندي سؤال تاني. تفضل بدك جاوب على هلأ بلكي أجمع أفكار. بس في قبل أنيس، أنيس لا حيجاوب بعد جاوب. السؤال إنه في المدن السورية الكبرى يقال إنه جرى يعني إقامة أحياء جديدة على 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 جانبها، أحياء لا تنتمي إلى النسيج المدن هاي اللي هي تأتي من خارج كي تؤثر على ديموغرافية المدن. هل حلب كمان صار فيها هذا الشيء؟ بني الضاحية اسمها خلينا نفوت ساري وبعدين بتجاوب. ساري تفضل. ساري في الحقيقة في الحديث على خصوصية حلب انتباه في موضوع خصوصية المجتمع المدني في حلب. في الحقيقة ما حكيت عنه، بمعنى كيف قدرت حلب تقاوم الاستبداد الدولي السوري بمكونات بعض الأحيان بسيطة. يعني مثلا لما درست مشروع حلب القديم، دور كان مهم جدا لنقابة المهندسين في حلب رغم هيمنة السلطة البعث قدروا يخلقوا فضاء محلي فيه شوية تنوع بالآخر. في تحكي لنا شوي ولأي درجة كنا نحكي على استثناء حلبي في سوريا اللي كانت تحت قبضة قوية لنظام الأسد؟ رياض، في وجود مخيمات فلسطينية صغار بحلب؟ كبار أو كبار، حتى طلع منهم فصائل قتلت جند الأقصى، يعني
يعني مع القيادة العامة مش يعني كان في مع المعارضة ومع النظام. طيب تفضل. هو يعني الحديث بي يعني الحديث يطول يعني له أشياء مختلفة. فينا نحكي بالسياسة، فينا نحكي بالديموغرافيا الحلبية، وأنا اخترت أحكي على جانب آخر يعني تماما اللي هو الجانب بهذا المعنى الثقافي المستمر من الزمن لهلا. وإذا إذا 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 فيني رد على ساري مبدئيا، مظبوط يعني كان في حركة إلى حد ما، يعني ما فيني أسميها حركة مدنية بصراحة، ودور نقابة مهندسين ما هذا الدور الكبير. يعني نحن عم نحكي على نقابة مهندسين أصلا ب 79 كانت أول نقابة، هي مع نقابة محامين نقابة الأطباء اللي تم حلهم بالكامل بسبب كان دورهم لأول مرة يعني بعد 70 في حدا يتحدى السلطة المركزية وانحازوا للناس أكثر من انحازوا للسلطة، فتم إعادة تشكيل نقابات، ومنذ ذلك الوقت ما عاد رجعت النقابات نقابات. مع ذلك تحركات مثل هاي كان جزء منها الحقيقة، خاصة ما حدث بعد 2000 أنا رأيي جزء منها فوقي وليس مجتمعي. فكرة الجونجوز الان جي اوز الحكوميه، المنظمات غير حكوميه اللي سموها شديده الحكوميه اللي منها رعتها اسماء الاسد مثلا بعض، انا رايي هذا النوع من المقاومه كان يعني استمرار، قدره على استمرار التقاليد الاساسيه للمدينه كانت عم تقاوم بطريقتها، يعني في شكل ما غير منظم بس بيستمر. مدهش انه بحالة بتعرف انه سهرات الغناء مستمرة بالبيوت اكتر بكتير، يعني لما بيجي حدا وافد الى حلب قال لي خدنا نسمع حلبي، ما في مطعم بيقدم حلبي، ما في شيء بحلب، يعني تروح تسمع جاز مثلا، تروح على بيوت، تروح على تجمعات اهلية، يعني ناس بالبيت بتعمل هاي الاشياء، بالنسبة لهم هذا عالمهم اللي اذا بدك يعني يمكن انا ما عم اعمل هلا تحليل سوسيولوجي انثروبولوجي، بس يمكن هذا شكل ما من اشكال المقاومة. تشكيلات المجتمع المدني غير واضحة تماما في عموم سوريا، يعني في حلب بهذا المكان أظن بحاجة أكثر لتأمل هذا الموضوع. في مخيمين فلسطينيين كبار نيرب وحندرات، ومثل ما قال ساري انقسموا، يعني منهم قاتلوا إلى جانب المعارضة ومنهم جانب النظام، وحندرات دمر بشكل كتير كبير، يعني حندرات لأنه منطقة مواجهات كانت عند ما يسمى شمال حلب منطقة المسلمية، فتدميره كتير كبير. يس كان في أحياء جديدة أحدثت، مثلا في حي اسمه الحمدانية، هذا حي أنشئ على غرب المدينة وأنشئ بالبداية لعائلات الضباط اللي إجت لحلب، وبالعموم كان يعني طبعا فيما بعد صار في اختلاط وخرجت يعني مجتمعات داخل حلب إلى ذلك المكان، بس بالأساس بني على أساس حقيقة مكانين، محل اسمه الحمداني واحد اسمه الواحة، اللي بالكامل الواحة ظل تجمع لعائلات عسكريين، فكان في هذا الشكل من الاختلاط. yes. أنا محاول أكون سريع بالإجابة مشان سؤال سريع. هلأ حلب وين عالم؟ تركيا شو وضع الناس اللي تهجروا مؤخرا، يعني بعد يعني الانتصار دخل على حلب طلعوا العالم طلعوا المدنيين طلعوا جزء كبير منهم، شو وضع حلب هلا؟ شو في حلب؟ خبرنا عن حلب هلا. بخبرك على اللي بعرفه بحلب هلا او ما يمكن يعني انه يكون موجود، اللي هو بحاجه الحقيقه لتامل اكثر وبحث اكثر. يعني اللي بعرفه مثلا انه موضوع الصناعات بحلب ضرر الضرر كبير من البدايه، خرجت مجموعه من الصناعات هربت يعني الى مصر وتركيا بشكل اساسي، في ناس حاولوا يجوا لهون يعيدوا تجربه الخمسينات والستينات ما نجحوا بانشاء صناعاتهم لأسباب تتعلق بالتسهيلات، خرجوا لمصر كتير من صناعات النسيج، يعني
وحاليا مؤخرا يمكن جهاد خبرني انه بمصر هلا اعطوا امتيازات واسعه ل لمعامل النسيج يعني اقطاب النسيج في 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 حلب. الصناعات الدوائيه كانت في سوريا خلال 20 سنه الاخيره كانت بتغطي 90% احتياج السوق المحلي وتصدر بيقولوا لاكثر من 30 دوله اخرى، كانت بتشكل قوة اقتصادية. حاليا تراجع الانتاج من الصناعات الدوائية لأقل من 20% يعني الانتاج الدوائي بسوريا، فبيغطي صار كتير قسم صغير، فهذا الانسحاب الكبير للرأسمالي اللي كان موجود بشكل أساسي بالدواء وبالنسيج. التغير الديموغرافي هو الحقيقة واحدة من الأشياء اللي بدنا نعرفها، يعني وهي ما حدثت غير من 3 أشهر فقط، يعني بعد دخولنا لحلب الشرقية وخروج قسم منيح من السكان. سكان حلب الشرقية سكان المدينة الأساس، يعني المدينة هي المدينة القديمة، ومع الزمن يعني مع 100 سنة خرجت الناس من المدينة خارج السور ثم غربا فغربا فغربا، فما زالت عائلات أو جذور لهذه العائلات موجودة، وبالإضافة أنه نزح ريف سكن في هذه المناطق. وين راحوا؟ جزء منهم نعرفه إجا لغرب حلب، جزء منه راح لأدلب، جزء منه راح لتركيا ويمكن ما بعد. هذا التغير اللي من شوي كنا عم نحكي فيه ما بعرف مع مين أظن مع منى، إنه التغير الديموغرافي وهل هو تراجعي ممكن يعني يرجعوا الناس إلا لا، هذا المشكلة الكبيرة، لأنه في أماكن أخرى بسوريا بتقول تعملنا إشارة استفهام كبيرة خروج الناس من الزبداني لمناخ المنطقة مناخ زراعي أشجار مثمرة عايشين طبيعة المناخ مختلفة لإخراجه لمنطقة مثل الفوعة وكفرية اللي مناطق غير خصبة زراعية ومناطق سهول، أو الأسوأ مناطق حي الوعر اللي منطقة مدينية في حمص بيصيروا بجرابلس اللي منطقة هي مزيج من التركمان والبدو ومنطقة متدنية اجتماعيا واقتصاديا بشكل كتير كبير. هذا النمط من التغيرات الكبيرة، أو دارية بيصيروا بإدلب، هذا ترانسفير بس قديه بينجحوا فيه وقديه بيبقى وقديه بيأثر. هذا هلا حديت هلا عامل اعاده تركيب ديموغرافي؟ ما بنعرف، ما عندنا فكره ابدا، ما بنعرف لانه قد ايه ماتوا، ما بنعرف قد ايه تهجروا، ما بنعرف قد ايه عملوا نزوح داخلي، ما بنعرف. في حكي كان من حكى اخر حكي على حلب الشرقيه كان عم ينحكى انه وصل الرقم بالحصار ل 250,000. حلب الشرقيه كانت قبل الحصار كان حوالي 1,000,000 شخص أو ما يزيد عن 1,000,000، الكثافة السكانية في حلب الشرقية أكثر من الغربية. شيء اللي هاجر أو تهجر وشيء اللي انضرب أو مات. في نزوح بس أقل من يعني راحوا أصحاب مهن راحوا مستثمرين بس نزوحا أقل. بما فيهم الأقليات إذا بدك يعني مسيحيين حلب ما زالوا بحلب. ألمان راحوا بشكل كتير كبير. ايه يعني عم نحكي السريان السريان هجرتهم قديمة، السريان هجرتهم بحوالي من زمان منتصف القرن العشرين ما قبل، بس وهن الحقيقة تراجع تراجع دورهم يعني تراجع كتلتهم من زمان حتى قبل الثورة. فهلا من المهم الحقيقة ويمكن من الأولويات اللي ما أظن حدا رح يشتغل عليه للأسف بالظرف الحالي السياسي الحالي هو فهم هالتغير الديموغرافي الحدث، فهم فهم آثاره مستقبل شو وين رايحين بعموم سوريا، ولكن في المدن الأساسية مهم نفهم الديناميكية العم تصير. كنت عم أحكي اليوم أنه الأرمن مثلا أعطوا تسهيلات هائلة لما راحوا على أرمينيا، كانوا ينزلوا من الطيارة بيكون في موظف بيعطيهم الإقامة الدائمة وبعد 3 شهور كان يأخذوا الجنسية بسرعة أسطورية. في هجرة هلأ أرمنية من أرمن حلب إلى كندا هائلة. في 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 تسهيلات منيحة للسريان باتجاه السويد المقر الأساسي لهم من زمان. إلى تاريخ. فإلى تاريخ. ففي هذا الشيء. طيب بتصور لازم نوقف. طيب آخر سؤال مية لا شامية، مية شامية
مية شامية في حلب اسمها الكندي تبع جوليان فايس جلانتي نويس. بس ليش تبع جوليان فايس؟ تأسست مع هو في حلب برضه جوليان سويسري فرنساوي بحكي لك هلا. طيب شكرا شكرا جزيلا لفؤاد ولي هيا ويا يومين عطونا أمرك.